السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وعليكم السلام وبركاته. اتفضل، الله يوفقك. ربنا يحفظك سيدنا. سيدنا، لو أنا بصلي يعني إمام وجنبي فرد واحد مأموم وهو قامته أطول مني، فأنا بكون جالس مثلا بقول التشهد فبجد إن هو سابقني، هو يعني قدمه مش سابقاني لكن ركبته سابقاني عشان هو أطول. أنت الإمام؟ ساجد مثلا، نعم أنت الإمام؟ أنا الإمام، أكون ساجد فلاقي راسه معدية راسي لأن هو أطول مني قامة، طيب هل كده هو يبقى تخطى الإمام هو ولا لأ؟ يعني هو أعرف يك... أسبق قدام خطوتين أو لأ؟ وأحيانا كله بيكون أنا تأخر شوية عشان راسك العمود، إيه؟ العمود بتاع أعمدة المسجد بيبقى حاكمني العمود، مش عارف أطلع لقدام، فبنظر للمأموم اللي جنبي بلاقيه هو يعني تراصيف صوابه سبقاني بخطوة أو حاجة. انت باين موسوس شويه، انت امام، انت ليس عليك انت اي اسم، لكن نبههم اصبروا شويه يا جماعه، لا تسبقوني، لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، بس نعم الف سلام عليك. جزاك